افتخار. ماجيكم مع كم واحد؟ يمكن أربعة. اسمعني طالعين طالعه يعني كشتي ببر حلو، بس انه بجنب مقبره. تسمعني هو كان مملك عمره يمكن 22 23، وكان مملك يعني عرسه تقريبا يعني قريب ما هو بعيد. ودق جواله واستاذن من اخوياه وقام بالليل الساعة تقريبا 8 9، كلم يتمشى بالليل ويمر من عند المقبرة عارجوله يتمشى. يقولون اخوياه لنا يعلمونا بالسالفة كذا. قال اقسم بالله انا نسمع الصياح. يقول الصياح هذا وشي ما ندري. الصياح خالق. الصياح خالق يصايح في الليل. بالليل رجع يكلم جنب المقبرة. جنب المقبرة. بسم الله. إيه بالله. إيه بالله يرجع. طيب صار. الوكاد قاموا العيال راحوا الخالق. أخويا. إيه. جو قالوا إيش سلامات وإيش فيك وإيش فيك؟ قال أنتم من أنتم؟ أنا ما أعرفكم. قال كنا نمزح معهم يا. لا. جاي جن دخل فيه جن. أوه بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. ما كذبت. يعني معين تتسولف إلا الوقت هذا. أسلم الله يسلمك. دخل فيه جن يعني صار فيه جن يعني. تسمعني قالوا كان جو أخويا. قال وش جو أخويا؟ جو خالق. كمل اسمع يا رجل. رجل كمل 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 خليه كمل. أسلم قالوا كان جو قال تاوش هو أخويا. قال ما يرحم معاكم أنا ما أعرفكم روح. يا ولد عنا اخوياك وزي كذا. تسمع خليهم بعض. اسمعني يا بعد قلبي اتهاوشوا وياهم وزي كذا قروا عليه المعوذات واشوى الحمد لله تحسن خالي شوي. يمسكون خالي يركبونه معاه بالموتر. يوم ركبوه بالموتر وفي صايح يصايح نزلوني ما بيروح معاكم. نزلوني ابي مكاني. نزلوني ماني بروح معاكم. قال انت معانا جاي نبي ناخذك. ما عرفوا ما عرف صار فيه جن يعني مسكون يعني. اي والله الوكاد ما كان بالطويله الوكيس الوكاد. وش قلت انت على كبر كذا شكلك اعطيتنا سالفه من الكيس. لا 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 صدق والله متعود انت. انا كيس متعود. انا متعود كيس بس انا ما كيس. ما اسلم اسلم والله تكلم صادق ترى. اسلم عليك الله يرضى عليك. اسلم اسلم هو يخاف على كبر. انا اخاف يا اخي غير السالفه. انا اخاف يا اسلم. اسمع معك بالطويله اسلم مشني كله تخاف. هو يخاف ودنا مطوع بس انه قبل ما يودونهم مطوع عانوا معاناه معاه يتمشكلون معاه. تسمعني باقي حق. لكن انا هم يجون المطوع. يوم جم المطوع قالوا هذا كان خوينا معانا وحنا واقفين عند مقبره وزي كذا يكلم علمه بقصه على طول. قال جبوه قربوه لي. يقربونه مسكونه يقرون عليه يقرون عليه له مسكو دخل جن مس. تسمعني قالوا كاد انا يوم صحى قال انا وش جابني هنا. قال انا وش جابني هنا. قال انت كنت معانا وما ادري شلون كنت تتكلم وما ادري شلون رحت المقبره وازعجت اللي بالمقبره وزي كذا ودخلك جن والحين انت الحمد لله ما فيك الا ما فيك خرجت يعني اهم شيء خرجت. اي خرجت. لكن اللي بنصح من زبده الحكي النديم واحد لا يجي بجنب مقبره او يكشت بجنب مقبره. ليه بالذات المقبره؟ ها؟ ليش بالذات المقبره؟ لأن المقبرة يمكن فيها جنون أو مكان مسكون يعني بشكل عام. يعني تخيل أنت يا بندر العلي تجي عند مكان مسكون وتزعج. ها؟ ما مسكونة في ناس صادق في ناس لو لي كانوا أكثرهم جدانا كذا ينامون في المقبرة ما حد عرفنا لهم. الناس يقولون لو لي كانوا يرقدون في المقبرة عشان ما أدري بس هذا اللي صار. إيش شاعر؟ شاعر خبر شاعر اللي لما جاء السيل قال أشرب من أول السيل احط وجهي اول السيل يجيك دمنه حق غنم ويجيك يجيك واحد مجموعه عشر يجيك عشر ويجيك واحد مجموعه ولا جيت شاعر مجموعه سواها يقول لك طيب منك هب فمه يا عيال الله من تنوم يومي ذمتي كل اي شيء في الوادي في الوادي ذي من قشيش من كل شيء يدخل في بطني جاه كربون ولقي عنده اشجار ولقي علي
انا طلعت يعني كل شتاء وشرب من السيف وسيف الجن وزي كذا شفت محط الاودية كلها مشاعر تعبان ما قد مريت انت نواف الحمد لله طلعت وكل شتاء مريت بجنون وشيء زي كذا اللهم لك الحمد ايماني بالله لا تطر السالفة هذه بالله عليك بالله عليك معناته اقول لك سالفة اقول لك يا اخي اقول له من ذا الليل اقول له عاد تطر السالفة هذه يا اخي اقول لك سالفة اقول لك سالفة دام اضطرت جنا فيها انا يوم رجعت وانا في متوسط وكبير وهو شيء خواف اسمعوني يا ولد الرجال سولف انا في اول متوسط حلو قالوا ميدي كان ورانا قريه قديمه بيوت طين ومدري ايش قالوا تحدي الساع الدير عندنا يتباله كان الساع واحده ونص بالليل قالوا تحداك يا علي يقولون العيال احنا كنا سامري عند المسجد كذا تعرف ما نصغى نص عند المسجد قالوا تحداك يا علي تدخل القريه في قريه بيوطين تدخل حالك ونعطيك جوال وشو الجوال الوليد خبره وليد دي وليد يقول لك طعيده قطعتها انا فرحان اروح البيت اسحب البيت واخذ لي سيكل كم عي سيكل واروح السيكل للقريه وادخل القريه انا امي درت اني وراي علم دخلت مستعجل وخذ السيكل طلعت احسب انا ما ادري شافت لي قريه قريه اقول قريه قريه تبغى تسوي قريه ايه واخذ السيكل وادي انا افكر ليش لانه يتصلي انا افكر في الجوال لا هي صلت اليوم انا شكل بكره الجوال راح قومت بوي لا تبي الحجاب كذا 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 ولد يشعل تدخل سريع بعدها امك الله يسلمك ايه تدخل سريع تدخل سريع على طول هو بيشغل السيارة يطردك خلي السيكل على جنب يجيب قندو السيكل يا عيال بعطيكم الموقف اللي صار لي بعطيكم الموقف اللي صار لي يلا اسلم وادخل القريه الا في ثلاثه كذا اول ما دخلت القريه ثلاثه طالعين علي رجليهم رجليهم في القريه اوادم من عوال القريه ولا اوادم اضرب طلعوا شيبا من هالقريه جدانا من هالقريه ذولا يبغون بكره بيجونهم حقين التراث عشان يضبطوا الساعه 1:30 ونص ما ادري ايش جاب الساعه ما ادري حد قال لهم متاخر وقام يجيكم بكره شيبان زاحفين ذولا ولد وادخل وهذا انا روحتهم هم روحوني بالسكر عافهم لا كلهم قد كنت جائع هم يقولوا كذا بلتي بعطيها فوق تحت تعرف الجرد ذاك فوق تحت وكز على هوم يشرد وراهم جوله وراهم حط رجلك خوي علي حط رجلك على ما واطلع انا طالع من القريه اللي ابوي قدامي كلنا الله يستر ابوي واطلع من القريه اللي ابوي قدامي ها اسمع بقرا خذ ويعطي طموحاتنا تكبر وفينا همم وشوفوا محتوانا وشيء مفيد الخير منبع علم وحنا بالتطور نجيب الجديد طموحاتنا تكبر وفينا همم